هل اتحاد العاصمة عنده كما نقولوا اللاعبين اللي يخلفوا البديل اللي يخلفوا اللاعب أندريا لما اتحاد العاصمة تكون محتاجة لاعب كما أندريا؟ تماما سيد يوسف ابتسام. بالمقابل من الجانب الآخر فريق البلودية يملك يعني بدائل أخرى، جاليد سجل هدفين، ياشير سامي سجل هدفين، حشود سجل هدفين، وهذا ما قاله المدرب جيجر، قال أنا أملك البدائل في الهجوم عكس الاتحاد. هل توافق هذا القول؟ لا، انا نظن على حساب راي اتحاد مولوديه الجزائر بالتشكيله تاعو، خاصه في الهجوم لما تشوف الهجوم المتحرك. نعم. يشير بوكاش ولعب جليد اللي يلعبوا بدون كره وتغير الاماكن، صعب للمدافعين لما تكون الرقابه الفرديه. صحيح. الرقابه الفرديه لما يكونوا عندك لاعبين يلعبوا بدون كره ويغيروا الاماكن تصعب للمدافعين باش تتحكم في لاعب اللي يلعب بدون كره ويلعب الكره ويطلب الكرات في العمق. انا نظن جمال. نعم. مباراه اليوم راح تكون مفتوحه والاوراق مكشوفه، كل فريق يعرف اخر، كل لاعبين يتعرفوا بيناتهم. اللاعبين اتحاد العاصمه كاين بعض من اللاعبين اللي شاركوا في مولوديه الجزائر. نعم. العكس، مولوديه الجزائر بعض اللاعبين اللي كانوا لعبوا في اتحاد العاصمه. صحيح. اليوم المباراه هذه راح نظن انا على حسب رايي تتلعب على جزئيات صغيره والتركيز مطلوب. صحيح. التركيز على الجانب البدني جمال، والتركيز على الجانب النفسي، والتركيز على الجانب التكتيكي. على الجانب البدني مطلوب من اللاعبين يمدوا جهد كبير خاصه باش يخرجوا الطبع خاص تاع هذه المباراه هذه. صحيح. وعلى الجانب النفسي، التركيز على الجانب النفسي باش اللاعب يكون مركز قبل المباراه وفي المباراه، وخاصة على الجانب التكتيكي وين اللاعب يكون جاهز لما يسترجع الكرة يخرج بهجوم وعكسه، ولما يضيع الكرة يولي بكتلة واحدة ما يخليش الخصم يلعب. هذه مباراة راح مفتوحة، وانا نظن على حسب رأيي الفريق اللي يكون متحكم في وسط الميدان هو اللي يخرج بالنتيجة اللي تسمح له في نهاية المباراة يفرح بها. معنى ذلك سيد يونس ابتسام انك تقول بان هناك معركه ربما ستكون في وسط الميدان، معركه تكتيكيه بين المدربين كوربيس الفرنسي وجيجار السويسري من جانب المولوديه. طبعا المعركه الكبيره ستكون على وسط الميدان، ومن ثم الذي يسيطر على وسط الميدان هو الذي تكون له الافضليه ربما في تسجيل الوصول الى الشباك. لا، لما حتى نشوفوا التشكيله تاع اتحاد العاصمه، لما تشوف انت اللاعب لعب فرحات اللي يلعب كمدافع ايمن اليوم راح يغلق الرواق، ولما تكون عنده الكره راح الكره هذيك يطلبها في كما نقولوا في الرواق، راح تكون معركه بين بوكاش وفرحات. صحيح. كل لاعب يحوس ثنائيات يعني الصراعات على المساحه الفارغه. فرحات عنده السرعه وعنده القوه، واللاعب بوكاش عنده الخبره وعنده القوه. صحيح. بالنسبه للتغييرات ليست هناك